احنا بنترافع بس تقسيمنا للطلبات دي مهم للمحكمه. المحكمه النهارده تنظر المرافعه كافه جوانبها، والطلبات الموضوعيه دي هتقع في عقيل المحكمه اما بنوافق عليها او انها غير مبنيه، عشان كده احنا بنطرحها. واحنا دلوقتي استاذ بس عندكم مؤخره وقرر الدفاع، استاذ حضرتك معايا، وقرر الدفاع انه يترافع في دعوه جنائيه تحرجا، انه يترافع في دعوه جنائيه وقال انك كمان تحرجا كمان يا باشمهندس تحرجا، وقررت هي في المحكمه. لا احنا مهرجين على الرئيس، احنا مهرجين لان احنا النهارده اذا كانت كده طلبات جازمه قدام المحكمه كنا نتمنى ان نحققها، ولكن المحكمه هي الخليل الاعلى وستحقق بذلك. لم تصادر على يعني هنتفق في الانتقاد الضيق على بعض الجلسات السابقه انها معروضه على المحكمه. احنا عايزين كده خلاص طبق الفكر الجنائي على ان الجريمه ليست كيانا ماديا خالصا قوامه السلوك الاجرامي واثاره، فلا يكفي مجرد الاسناد المادي للفعل او الامتناع المخالف او تكون هنا سمه جريمه، انما يجب ان تكون الى جانب هذه العلاقه الماديه علاقه اخرى ذات خصائص نفسيه، وتجتمع العناصر النفسيه للجريمه في ركن يختص بها يطلق عليه الركن المعنوي. فاذا كان الركن المادي هو المصدر الخارجي للجريمه، فان الركن المعنوي هو الوجه النفسي او الباطني للجريمه، هو الرابطه التي ترتبط بين شخص الجاني وماديات الجريمه، وفرض العقوبه على الجاني حتى اذا ارتكب الفعل المعنوي الذي يمثل روح المسؤوليه الجنائيه الى جانب ركنها المادي. سيد الرئيس، المشرع الجنائي لما جه في النص المستحدث الماده 62 فقره 1 من قانون 71 لسنه 2009 باضافه هذا النص المستحدث بشان الامراض النفسيه، باختصار راى المشرع من واقع التطور ان مش بس العاهه العقليه اللي تبقى محل التجريم، لا، لان هناك ظهرت امراض نفسيه جديده. وراى المشرع باضافه هذا النص المستحدث بانه يجب ان ينظر اليه في شانه اذا اعظمت رفض المتهم في ارتكابه للجريمه فانها تعفي من المسؤوليه. طب لو كانت الامراض دي موجوده وكان ليها تاثير لكن ما اعدمتش كامل الاراده، طب لو كانت الامراض دي موجوده وكان ليها تاثير لكن ما اعدمتش كامل الاراده، فده محل نظر عند محكمه الموضوع في بيان واثبات العقوبه الملائمه وقد تصل الى التخفيف. استقرت محكمه النقد في الطعن رقم 27100 واللي اكدت عليه لأن كان من المقرر أن تقدير حق المتهم العقلية أو النفسية من المسائل الموضوعية التي تختص محكمة الموضوع بالفصل فيها، إلا أنها بسلامة الحكم يقين إذا ما تمسك به المتهم أن تجري تحقيقا في شأنه بلوغا كفاءة الأمر فيه، ويجب عليه تعيين خبير للبدء في هذه الحالة إثباتا أو نفيا، أو أن تطرح الدفاع بما يسوغ بما يسوغ. احنا نتشرف بتقديم قصص المستندات الاخفية على الحكم المذكور للاستشهاد به امام اللائحة الموقرة. طب احنا النهارده ليه بنقول ان المتهم ده مريض نفسي؟ جرى الدفاع بخلاف المعروض بالاوراق، وان كان هناك من الاوراق ادله نعرض اليها في شان الطلب ده. جرى الدفاع ان هذا المتهم فعليا هو مريض نفسي من الطراز الاول. عندنا امور واضحه استبانت لينا في التحقيقات. طيب ان هذا المتهم شخص سادي يمارس العلاقه بعنف، ده جاي. هذا الشخص السادي الذي يمارس هذه العلاقه بعنف، والادله اللي في التحقيقات اكدت الكلام ده، حتى التحريات نفسها اكدت الكلام ده، يعني ده امر بقى مقطوع الدلاله فيه. اذا عندنا جزء من شخصية المتهم انه يمارس هذه العلاقة مع المجني عليه.
واخريات بطريقه عنيفه قد تصل الى الجرح والتكدمات والاصابات النسبيه. طب الفيديوهات اللي طلع ظهر في فيديو كده احنا شفناه ظهر منه ان المتهم يعاشر المجن عليهن بعد الوفاه ويقوم بالرطل والرطل بالضرب والرطل والتقييد وشد الشعر وخلافه، وعنده الادوات، عنده قناع اللي هو بالدقه، قناع بالدقه، عنده التكييف ان كان الوشاحات او الروح، وده احنا ما بنقولوش من الاوراق. اذا ده جزء من نفسيه المتهم. طب انا لا اتحدث حاليا عن مدى مسؤوليتي، يعني انه سيدي مثلا ما يتحاسبش على القتل، انا بقول لا. لا ليه؟ نكمل للاخر عشان نعرف ايه المكون العام لشخصيه هذا المتهم.